اللي انت عايزه. Yeah.
عادل، ازيك؟ الله يخليك يا فندم. قول لي بقى، عندك كام سنة يا عم عادل، واسمك ايه بالكامل؟ عادل نجيب حلمي يوسف، 64 سنة، من بني سويف. الله عليك. هو اساسا كل الناس اللي شافتك في اللايف يعني قالت ما شاء الله فنان بدرجة استاذ. الله يخليك، على قد الحال يا فندم. الله يخليك. قول لي طب يا عم عادل، انت يعني بقالك كام سنة شغال في المجال ده؟ من زمان يا فندم، وبطلع على القهوة استرزق كده، و ربنا يوسع عليك. والموالد وكده يعني. ربنا يوسع عليك يعني. الله يخليك. انا شايفاك يعني بتعمل حاجة بالحب، يعني انا مش شايفاك بس دي مهنة بالنسبة لك، لا ده انت بتحبها. لان كمان هي حب للآلة، وفي نفس الوقت يعني العزف لازم يكون باحساس اكتر كمان من كده المفروض، يعني لان الآلة الوترية بالذات كمان او العود بيصاحب المطرب في اللحن وكلمة. طب عم عادل بقى، سمعني حاجة تكون حلوة دلوقتي قوي منك وكمان تبهر الجمهور. حاضر يا فندم. عايزين نبهر الجمهور. حاضر يا فندم. اكتر ما هو مبهور يعني. الله يخليك. حاضر يا فندم. I'm gonna make it.